كشف مسؤولون عراقيون في العاصمة بغداد عن حاجة حكومة محمد الشيع السوداني إلى وقت إضافي من أجل ملف إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، والخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين البلدين. ويعد خور عبد الله ممراً مائياً ضيقاً يفصل بين العراق والكويت، ويشكل أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين. ويقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي وبرا وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء قصر العراقي. وتستند اتفاقية خور عبدالله التي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى قرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ومن بينها ترسيم الحدود المائية بين البلدين، ومنها قناة خور عبدالله. أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة 12 نيسان 2024 باستشهاد منتسب وإصابة آخر باشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات جنوب محافظة البصرة. وقال المصدر لبغداد اليوم إن منتسبا استشهد وأصيب آخر خلال اشتباكات مسلحة للإطاحة بتاجر مخدرات في قضاء أبو الخصيب جنوب محافظة البصرة، وأضاف أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تستمر القوات الأمنية بملاحقة تاجر المخدرات. أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة 12 نيسان 2024 باندلاع حريق كبير بمحطة وقود في محافظة المثنى. وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إن حريقا كبيرا اندلع في محطة وقود قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى، وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث لاحتواء النيران، مشيرا إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى إلى أضرار مادية في المحطة وعدد من السيارات. أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة 12 نيسان 2024 حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرص لهطول أمطار رعدية الاثنين المقبل. الطقس على العموم صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة مدى الرؤية من 5 إلى 7 كيلومتر. قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 نيسان 2024 لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه. وبحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2384.34 دولار للأونصة، وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2401.80 دولارا. وقال لوغا سانتوس المحلل في ECY سيكيورتيز الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميا، فإذا نظرنا للتاريخ يحدث هذا دائما لأن الذهب ملاذ آمن. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 نيسان 2024 في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتراجع عدد التخفيضات المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57% إلى 90.25 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72% إلى 85.63 دولارا. ولا تزال أسعار النفط تتجه لتزيد تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 1%.